لاعبت الكرة في بيت الميلان، شبيبة القبائل حب الطائل، روضت الذبح على وزن الزيدان، فالتوت رجلي على عظم كاحلي، سقطت الأرض وسط الميدان، قدمي في يدي أسمع قائلي، نعاني اللعب وأنت تعاني، فتور اللعب يغذي بادلي، راوغت رباعي خلال ثواني، حين وقفت راوغت سائلي، سجلت الأول بروح الفنان، هدف الثاني بثوب الفاعلي، راوغت جيوفاني إيدلسون كافاني أمام بالماضي زميل الشاملي، يحيى فريقي العرب سوداني، سليماني ومحرز شكري الجزيلي، مبلح إبراهيمي وكارلو مجاني، كأس العالمي قلبي العادلي.